الفيورز اللي بتابعونا على ايجي كافيه، ازيكم النهارده؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا دايما تكونوا كويسين يا رب. معانا النهارده اخبار كتير قوي وجديده وفقرات متنوعه، هنبتديها النهارده مع الفقره الفنيه مع مول. اتمنى ان انتوا تستمتعوا. ويلكم بكل يوتيوب فيورز الايجي. هنبدا معاكم زي كل مره اولى فقراتنا في ايجي كافيه، وهي الفقره الفنيه. هنبدأ معكم بأول خبر لينا النهاردة، وهو للهضبة عمرو دياب. عمرو دياب والأول مرة بيستعد لطرح أغنية سينجل جديدة لي باسم أصلها بتفرق خلال أيام. الأغنية من تأليف محمد النجار ومن توزيع عادل حقي ومن ألحان عمرو دياب. عمرو دياب بيستعد لعمل فيديو كليب خاص بيها، وعمرو دياب برضو بينزل الأغنية دي خلال أيام على سي دي خاص بيها، ميني ألبوم. الألبوم هيضم دوت 3 توزيعات للأغنية، التوزيع الأول وهو التوزيع الأصلي ليها، اما التوزيع الثاني فهيبقى بالريميكس، اما التوزيع الثالث فهيبقى بسيستم الراديو. اما تاني خبر معانا النهارده فهو للفنانه الجميله انغام. انتهت انغام من تسجيل اول البوماتها الدينيه باسم الحكايه المحمديه، واللي بيحكي مجموعه من المواقف الدراميه في حياه امهات المسلمين وحياه بنات الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. اما الخبر الثالث معانا النهارده، وزي ما وعدناكم الاسبوع اللي فات عن سيمبلات الالبوم بتاع محمد حماقي الجديد، السيمبلات فعلا خلاص نزلت وهتظهر قدامكم برضو على السكرين وهتظهر في الديسكربشن. يا رب تعجبكم السيمبلز بتاعت الالبوم. ودلوقتي هنبدا معاكم في شباك التذاكر في مصر والتوب 10 في العالم. بالنسبه لشباك التذاكر في مصر، حقق فيلم الكبار المركز الثاني. اما المركز السابع معانا النهارده فهو فيلم بنتين من مصر، حقق المركز السابع. اما المركز السادس معنا النهاردة فهو لفيلم التلاتة يشتغلونها، والمركز الخامس معنا النهاردة فهو لفيلم الديلر. اما المركز الرابع معنا النهاردة فهو لفيلم نور عين. اما المركز الثالث فهو لفيلم عسل اسود. اما المركز الثاني فهو لفيلم الليمبي 8 جيجا. اما المركز الاول اعزائي مشاهدين اليوتيوب فهو لفيلم لا تراجع ولا استسلام. وهنروح معاكم دلوقتي للتوب 10 في العالم. وهنبدا معاكم دلوقتي في التوب 10 في العالم. وهنبدا معاكم بالمركز العاشر فهو فيلم سايرس. اما المركز التاسع فهو لفيلم شريك فوريفر افتر. اما المركز الثامن فهو مع فيلم جيت هيم تو ذا جريك. اما المركز السابع فهو لفيلم ذا 18. اما المركز السادس فهو لفيلم في كاراتيكي. اما المركز الخامس فهو لفيلم نايت اند داي. اما المركز الرابع فهو فيلم جروين ابس. اما المركز الثالث فهو لفيلم توي ستوري 3. اما المركز الثاني فهو لفيلم ذا لاست اير بندر. اما المركز الاول اعزائي مشاهدين اليوتيوب فهو لفيلم توايلايت ساد كليبس. وبكده تنتهي معانا فقرة التوب 10 في العالم. وبعد ما انتهينا من التوب 10 في مصر والعالم، اشوفكم الاسبوع الجاي على خير مع اخبار جديدة جدا وكلها حصرية على ايجيبت كافيه. يستنونا نيكست ويك. اهلا بكم مره تانية. وبعد ما استمتعنا مع اخر الاخبار الفنيه للتوب 10 وشباك تذاكر في مصر واخر اخبار الفنانين والنجوم، دلوقتي هنروح دلوقتي الاخبار الرياضيه مع جنش، واتمنى ان انتم تستمتعوا. اهلا بكل الشباب الجديد. زي ما انتم عارفين بنتكلم في الفقره الرياضيه عن الرياضه المصريه والعالميه، وفي الرياضه العالميه هنستعرض مع بعض اللي حصل بالفعل الاسبوع الماضي في كاس العالم الصناعي. وهنبدا مع بعض نتائج مباريات الدور ربع النهائي والاهداف اللي حصلت فيه بالفعل. ففي مباراه المانيا والارجنتين قامت المانيا باحراز 4 اهداف مقابل لا شيء في مرمى الارجنتين. وفي مباراه اسبانيا والباراغواي قامت اسبانيا باحراز 1 مقابل لا شيء في مرمى الباراغواي. وفي مباراة الأوروغواي وغانا كان التعادل إيجابي 1-1. وفي مباراة هولندا والبرازيل قامت هولندا بإحراز 2-1 في مرمى البرازيل. وبكده تكون انتهت مباراة الدور الربع النهائي
ولا لكم أهداف مباراة الدور نصف النهائي. واللي كان فيها مباراتين هامين جدا، المباراة الأولى كانت ما بين هولندا والأوروغواي، قامت هولندا بإحقاق 3 أهداف في مرمى الأوروغواي مقابل هدفين، وبكده تتصعد هولندا للدور النهائي. وأما المباراة الثانية كانت ما بين أسبانيا وألمانيا، قامت أسبانيا بإحراز 1 مقابل لا شيء في مرمى ألمانيا، وبكده تتصعد أسبانيا للدور النهائي. ونقلكم مباريات الدور النهائي والتي بها مباراتين، الأولى على المركز الأول والثاني، والمباراة الثانية اللي هي المركز الثاني. المباراة الأولى هتكون ما بين هولندا وأسبانيا يوم 11/7 الساعة 9:30 مساء، والمباراة الثانية اللي هتكون على المركز الثالث هتكون ما بين ألمانيا والأوروغواي يوم 10/7 الساعة 9:30 مساء. وفي الحلقة الجاية إن شاء الله هنقول لكم نتائج الدور النهائي لكأس العالم 2010، ونتمنى لكل الفريقين الحصول على لقب بطل كأس العالم لعام 2010 بجنوب أفريقيا. وبكده تكون انتهت معنا فقرة الرياضة العالمية وليكم الرياضة المصرية. وفي أخبار الرياضة المصرية معنا أخبار مهمة جدا عن كرة القدم، والمحب ومشجعي نادي الزمالك معنا خبر مهم جدا، وهو اعتماد إدارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس عقد التجديد لحسام حسن المدير الفني للفريق وباقي فريق المعاون لمدة عامين جديد. في خبر كمان عن نادي الزمالك، وهو وأخيرا انضمام عصام الحضري رسميا لصفوف نادي الزمالك، مما يعد إضافة قوية للنادي. وفي خبر كمان لمحبي ومشجعي النادي الأهلي، وهو انضمام حسام غالي لاعب وسط المنتخب الوطني والعائد من رحلة احتراف بنادي النصر السعودي لصفوف النادي الأهلي رسميا. ونسيبنا شوية من كرة القدم، ومعانا خبر مهم جدا لكل محبي لعبة الجودو، وهو تمكن إسلام الشهابي من الحصول على الميدالية الذهبية في وزن فوق 100 كيلو بعد تغلبه على المجري بارنابور في بطولة جراند سلام، والتي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو يوم السبت والأحد الماضي. وبطولة جراند سلام هي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد لندن 2000. وبكده تخلص فقرتنا الرياضية، ونشوفكم على خير الحلقة الجاية بأخبار رياضية جديدة. استنونا، باي باي. وبعد ما خلصنا الأخبار الرياضية مع جنش، دلوقتي هنروح لفقرة متميزة قوي وهتتعرض لأول مرة على إيجي الكافيه، وهي فقرة مشاكلنا، ويتمنى أنها يا رب تنجح.